يسعد مساكم، يسعد مساكم يا شباب، يسعد مساء مساكم الخير، ويعطيكم العافية. مساء لك الخير أبو أهلا، شباب. لك أهلا وسهلا بملك، ملك الزجل اللبناني يا حبيب أنطون. هلا فيك يا حبيب القلب، هلا فيك بدنا نشكر بول يزبك من رمحالة، قائد الفرقة الموسيقية، حبيبي. وربيع البيساني كمان على الإيقاع. انا بدي اقول شغله يا حبيب، انه بدي اقول للمشاهدين شغله كثير مهمه، انه وين ما طل حبيب بوانتون بيعمل فرق كثير كبير، بيطل على المسرح بيأسر قلوب الموجودين والمشاهدين، بيطل على التلفزيون كمان بجمد الناس على التلفزيون وبيأسرون، هلا عم نطل على السوشيال ميديا بيعمل حالة استثنائية كمان، العالم تنقسر وبتتابعه. حبيب بوانطون وين ما طل هو بطل، وهو ملك، واسمه ملك الزجل اللبناني الشاعر حبيب بوانطون، عن حقه حقيقي، تسلم تسلم يا حبيب القلب. لأنه شكل حالة استثنائية بالشعر، بالزجل، اللي ما كان يحب حلو الزجل صار يحب الزجل، حبيب القلب. اللي ما بحب الشعر صار يحب الشعر. لما تقول له حبيب بوانطون، انا لما اقول لهم بحلقتنا هلا معنا حبيب بوانطون، ايه انا ما بعرفه بس انا بحبه، لك يا اخي حبيب شو القلب اسم الله عليك، الله الله مباركك والله يحميك، وتضلك تقدم لنا اشياء حلوه من جمال روحك يا ملك انت. هيدي محبة الناس اللي مثلك يا جابي، وانت مبدع وفنان ومزوق. تحية لك وتحية لأستاذ ربيع البساني ضابط الإيقاع مرفقنا على طول، حبيب قلبي، ولقائد الفرقة بول يزبك حبيب القلب مايسترو. حبيبي يا استاذ، حبيب حبيبي يسعد يا ابو المساء الملك، الملك انا حبيبي. قبل ما اطلب منك شيء تسمعنا للمشاهدين، بدي اطلب من المشاهدين اول شيء، بدي اقول لكم مساء الخير جميعا اللي عم تحضرونا واللي عم بتتابعونا بعدين تحضروا الفيديو اللي بيضل على الفيسبوك. بدي اقول لكم شغله، انه بتمنى عليكم انه تعملوا شير هلا على الحلقه اللي عم تحضروها، تعملوا لها شير او مشاركه لحتى على صفحتكم تصير موجوده ويحضروها اصحابكم، يحضرها اكبر عدد ممكن ويستمتعوا بهالحلقه الرائعه. رائعه جدا. هلا نحن هون قطعت الكهرباء، اذا تتذكر انك بلبنان. هذا لبنان. رائعه رائعه يا جابي، رائعه يا عم بالشوم. هي رائعه وراح تضل رائعه، فكروا انهم يزعلونا من لبنان، وفكروا انهم يهشلونا، هيدي ما حدا يحلم فيها. يا حبيب، يا حبيب قلبي، ايه انقطعت الكهرباء عندي، قلت له يا عيب الشوم بقى. بس يا حبيب قلبي، يا ملك، بدي اطلب منك شغله اذا بتسمح، بما انه الشباب بلشوا بمعزوفه حبك يا لبنان، بتمنى عليك تسمعنا شيء قصيده نحن والمشاهدين عن لبنان، وتخبرنا عن محبتك لهالبلد الحلو. يلا بنبلش بلبنان، ومين في اعز من لبنان انه نبلش فيه؟ الله يخلي لنا لبنان ويحميه مثل ما هو ويرجع لنا الايام اللي كانت حلوه من زمان. استاذ بول، اعطيني البيات الريع والمعروف. الله الله يا ابن، يا ابن لبنان الوفي الميمون. طيب يا ابن لبنان الوفي الميمون، تضل بين الناس انساني.
اتعمد بجرم الحق والميرون، ودربك مشيها بوحي رباني. شيعي شيعي كنت او ابن مرمرون، درز كنت او كنت سرياني، اصفر واخضر ازرق وليمون، ب14 يما مع ثماني، خلقان بتشارين او كانون، ان كنت اول او كنت تاني، مش فارقة عندي شو ما بتكون، اللي بهمني تحافظ على لبنان ويكون دمك دم لبنان. الله. طيب يا ملك. الله 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 يا ملك يا ملك. نحن هون عم يجينا كتير اذا ما لاحظ حبيب، عم حط انا عم شوف بعض عم شوف. طبعا ما رح اقدر نقرا كل الاشياء المكتوبه. سلام طبعا من خيك الي ابو انطون الشاعر الكبير، اللي بعد شوي ضمن الحلقه رح يشرفنا ويشارك معنا، وكمان تحيه من الشاعر جريس نخول، كمان بقول كمان تحياته للكل ما شاء الله الكل، يعني تحية من الأردن كمان، من يعني ما شاء الله ما شاء الله ملك يا حبيب، كله حبيب وأنطون محبوب جماهير الزجل الأول بدون منازع. هيدا ألكسندر أبو حبيب قلبي. ألكسندر تسلم لي. حلو. أنا بس بدي أقول شغلة بدي أقول شغلة شرب الملو كاتب، وكيف إذا كنت سرياني لك أنا هيدا كياني وهيدا لبناني. حلو. نحن بدي أقول شغلة للمشاهدين يلي بحب عليه بالإذن منك حبيب، بدي أطلب منهم أنه اللي بحب يكتب شيء بيت شعر يتحدى للشاعر حبيب وانطون، أنا بقرأ له. محبتهم بيتحدونا بمحبتهم يا جابي، هودي جماهيرنا وجيشنا، هودي لو منهم نحن ماشي. حلو حلو. حبيب بدي اسألك عن البلدان اللي زرتوها، عن لبنان طبعا وكل الضيعة اللي زرتوها وما كان عندكم محبين، بس قديه بتنبسطوا لما تظهروا كمان برات لبنان وتحسوا حالكم بلبنان وتحسسون انه هن نقلوا على لبنان بوجودكم، قديش هالشي كيف بكون شعورك بالموضوع؟ بالفعل بس نطلع على دول أجنبية، يعني خاصة أستراليا وفرنسا، نتلاقى بجالي لبنانية، بالفعل أنت بحسسوك أنه أنت بعدك بلبنان، وبيقولون لأنه نحن حسسناهم أنه هن بلبنان أو رجعناهم على لبنان من خلال هالتراث أو هالفن اللي نحن بنقدم لهم اياه، في منهم قالوا 20 30 سنه فلوا ما رجعوا بعده نعم. بدمهم الزجل اللبناني والفن اللبناني والموال اللبناني والكلمه اللبنانيه. مثل مثلا خاينا رضا ابو جوده بامريكا وبميامي هلا طلع، وجهنا تحيه بوجه له تحيه طبعا. نحن مكلفين، وهي رساله لنا انه نكون صفر الكلمه اللبنانيه ننقلها لبرا، والمغتربين بالفعل يعني على طول بحسسونا انه نحن ببلدنا ودموع وحنين وحكي. استراليا امريكا كندا فرنسا الخليج، وهلا كان عندنا طور اجلناه ان شاء الله تقطع خير هالكورونا ونرجع نرجع نعمل البرمة ان شاء الله. عصيرة الكورونا. شو رايك يا حبيب نسمع منك شيء عن الحجر وعن هالزربة، ومثل ما شايف هلا عم نعمل البروجرام كل واحد ببيته. يلا بتفرج بتفرج بتفرج. يلا يا زبك بتعطيني الحجاز حجاز الري. Thank you.
الله. اوف 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 الله الله يا ملاك الله الله موجة موجة كورونا زايدي عنا وجروحها بالقلب يفوتوا موجة كورونا زايدي عنا وجروحها بالقلب يفوتوا وكل شخص بالغرب وبموطنا راكد يوصي خلف تابوتو طيب موجة كورونا زايدة عنا وجروحة بالقلب فوتوا وكل شخص بالغرب وبموطننا راكد عم يوصي عتابوتو مش ناوي مش ناوي ترحل بقى عنا وتريح العالم من سكوتو عم تاخد احباب القلب منا وكل اللي منحبهم عم يموتوا طيب طيب يا ملك طيب هيدي وهيدي الكورونا العطفها ولا وهيدي الكورونا العطفها ولا بتضرنا وبتفيدنا اسم الله من وجودها منقول يا ويلي لكن علينا مفضلي والله جمعة العيلة كلها شميلي وصوت الصلاة ببيوتنا تعلى صرنا قراب كتير للعيلة وصرنا قراب شوي من الله 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 ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك حبيبي يا عيني والله عم بيجينا كتير 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 رسائل حلوة ومهضومة وكلها تحيات من القلب ومبينة انه مبينة الحقيقة وهيدا هون شاعر شاعر جريس نخول هو بفرقة المجد معكم انت وإلي وجرس نخول ومين كمان مازن غنام بتكونوا كانوا حابين يطلعوا معنا بس صار معهم خطأ تقني بالتليفونات وبالابليكيشن فان شاء الله الحلقة الجاية بيكونوا معنا جرس ومازن حبيب قلبي ان شاء الله يا رب جرس كتب لك هون يا ريسنا بالماضي جرس بالجو أحاضي وبسأل بعد مواسم عز مارق هالموسم فاضي ايه فرق فرق كبير اكيد فرق كبير بين يا حبيب عفوا ليك بدي انت... له الحفلات شوي قال له واسمك بقلبي محله ان شاء الله الكورونا بتخلص ومنعبي الموسم كله ايوه ليك ليك يا حبيب
انت رح بالنسبه للكورونا رح تاخذ الطعم شيء يلي هلا مبلشين فيه بلبنان، رح تاخذ الطعم ولا انت ضد ضد هالشيء؟ لا اكيد اكيد بدي اخذه طبعا. نحن ناطرين دورنا هلا، دور الكفاءات العمريه، في الاطباء، في الجيش، في الحقل التمريضي، في كبار السن، ونحن بس يجي دورنا جاهزين. واكيد اذا هيك بالنسبه للمنصه، واذا اجى اللقاح على شرك خاصه فلا اكيد رح اعمله قريبا جدا يعني طبعا، وبنصح الكل يعملوه لانه بدنا نخلص من هالسنه. شو بدله شي بيت شعر ليلي ما بده ياخذ الطعم ومعند وشغله انه هو يعني ما هيدا ما بعرف شو بيعمل فيه المتر، شو بتقله ليلي ما بياخذ الطعم، يلي ما بده ياخذ الطعم ومتيس؟ بدي اقول له تروش شوي على الجبر وتحلى نتفي بالصبر، يا بتتلقح من فايزر يا اما بتتلقح بالقبر. منيحه. ما في حل. مش مزحه، هي مش مزحه جابي، على اكيد نحن خايفين بالنهايه، بس انه الخوف من المواد المحطوطه باللقاح بتضل اقل من الخوف انك تلقط كورونا وتموت بهالوضع. كلهم شباب عم بيموتوا، امبارح كنت بدافع بالعقورة، من جمعة كنت بحالات، من جمعتين كنت بعرية. أول شيء كنا نقول ما في كورونا وما بنعرف حدا مات بالكورونا، آخر شهرين حرام كل اللي ماتوا وكل اللي مرضوا أصحابنا وبنعرفهم وشباب، فلا بنصح إنه ياخدوه. أنا لما أمي وبي طعموني بعمر السنة من الشلل والحصبة، لا كنت أعرف شو في بقلبه، ولا أمي بتعرف ولا بي بيعرف، ولا شو حاطين بقلب اللقاح ولا بقلب الطعم. وطعمنا وعشنا ولاك وكبرنا وما في شيء بالنهاية. عنية الله، واحد يصلي بإيده على وجهه ويصلي على النبي ويروح يعمل اللقاح. مش عم بعمل دعاية لأنه بدنا نخلص من هالمصيبة، عم تزيد وما في غير طبعاً الوقت. طبعا طبعا بإذن الله يعني عم نحاول قد ما فينا بالطريقة اللي الموجودة صارت ونحن اتبعناها كمان. حقيقة يعني كتير حلو انه انت عم بتطل يا حبيب، انت وإلي كمان من خلال عم بتكونوا ضيوفي بجاب حويك لايف شو، وحتى نوصل لاكبر عدد ممكن لهاللبنانية والاخوان العرب بكل العالم وينبسطوا قدر الامكان، لانه هلأ الظروف ما في حفلات ومش قادرين نعمل شيء. استاذ جالي، نحن بس نكون ضيوفك. بالنسبة للكورونا واللي حكي عنها استاذ حبيب، ما بدها صلاة من صوته؟ طول بالك شوي يا بول، طول بالك. شو لكورونا كان عم يحكي عني بالمنيح، هلا انت فتت يعني اخذ على خاطرك تشطل لي اياها. قول يا احنا نحكي عنك بالمنيح قبل الصلاة وبعد الصلاة، وبعدين نحن بس نكون ضيوفك، بس نكون ضيوفك يا خيي جابي، بنكون نحن اصحاب البيت، هيك عودتنا على كبر اخلاقك وعلى شهامتك وعلى نفسيتك. اللي ما بياخد طعمه مجنون والعالم منه عنه، ولما يغني بأنطون الناس بتطعم منه. تحيه لشرف بأنطون، قربتنا وحبيب قلبنا. حلو حبيب القلب. حلو حلو. بدي اقول لك يا شربل، حتى تحافظ على فني وحتى حافظ على فنك بدك تطعم مني وبدي اطعم منك. يعني افندي وكليمونتين بصرة. حلو. تحية لك البير حبيبي، البير الجردي، وتحية للست على الشرق المطربة المميزة والصوت الحلو حبيب القلب. شو عم بقول؟ ان شاء الله اقدر لحق، ما مش عم بقدر لحق كثير على ال هون. اي الماجد طالب اكتب لك بيت هون. كل ما زقزق طاير حصون بسمع بصوته لحن وغناني، وكل ما بغني بأنطون بيطير قلبي عمدة تاني. يا حبيبي يا ماجد خلي لي اياك، تسلم لي. يا عيني يا عيني يا عيني. حلو حلو كثير. حبيب، شو بدنا نسمع شيء؟ شو بدنا نسمع شيء مقطع على ذوقك؟ شو بتحب؟ مقطع ذوقي، في مقطع حلو قاله لبيروت وعم يطلبوا مني، كانوا قبل الحلقة ايه عن بيروت والانفجار، وتحية لشهداء الانفجار ولكل اللي تضرروا، للجرحى ان شاء الله يقوموا كلهم بالسلامة بعد. في كم جريح قالوا لي، بدي اقول تعطيني بياب
استاذ بول. راحت الكهرباء. راحت الكهرباء مع البول. يا بيروت يا خفق حنيني، يا بيروت يا خفق حنيني، عروس الشرق انتي صدقيني، بعرسك ما شفت للورد بايع، عرسك شايفه من دون زيني. طيب طيب انفجر انفجر قلبك قهر عشعب جايع، ابكيتي وعالوفا كنتي اميني، البحر منك ما عاد دموع سايع، قالك بالدمع ما تغرقي، امسح دموعك امسح دموعك وردي حق ضايع، بكفي حزن يا اجمل مديني، ورغم كل الجرايم والفظايع نحنا بنعرفك ام الشرايع، ما فينا نشوفك الام الحزين. الله الله الله، سلم هالموهبه، سلم هالموهبه يا حبيب. الحمد لله على السلامه يا بول. شو صار معك هي؟ كهرباء كهرباء. يلا هلا القطعه الثالثه عندي او عند ربيع بالرايه بالدار. يلا يا زلمه يا عيب الشوم، معقوله بعدنا بتنقطع الكهرباء عنا يا زلمه؟ بشرفك حبيب. قول يا زلمه اذا شباب في عنا العامله المنزليه اللي عنا مثل اختنا، يعني هي اثيوبيه من اثيوبيا. نعم. اشتغل عنا على سنتين. نعم. بتتمسخر علينا يا زلمه، بس تنقطع الكهرباء بتتمسخر علينا، بتقول شو هيدا انتوا، لا هيك لبنان هيك، ليش انتوا هيك يعني، لا انتوا شعب تاسع، هل سؤال هيك يعني، بس تقول لك هيك بعود، قال لك عانت الا جيبي لي كبايه ماي او جيبي لي صحن او شو، بدك تقوم انت خدمها، بدك تقوم انت خدمها، لانه نحن شعب تاسع بنظرهم يا عيب الشوم. بس اي والله والله عم تحكي مزبوط، والله عم تحكي مزبوط، نحن عندها معنويات وما بعرف وهيك، وبعتبر حالنا انه مميزين بين الشعوب كلها، ما بعرف لازم نعيد النظر يعني، ضل معنوياتنا بس نعيد النظر نشوف شو صار فينا يا حبيب. قلنا قلنا شي 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 بيت، شي قصيده، شي بيت شعر عن انا عن هالحاله تبع اللي صارت معنا هلا وعم بتصير دائما من نحن وصغار. قطعت الكهرباء، اجت الكهرباء. بس قبل 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 حبيب لو سمحت بدي ارجع اعيد على المشاهدين الكرام اللي معنا، لو سمحتوا وين ما كنتوا اعملوا شير للي عم تشاهدوه هلا لللايف اللي موجود، اعملوا شير هيك كل اصحابكم كمان بساعتها بفوتوا بيحضرونا ونتسلى نحن وياهم. تفضل تفضل استاذ حبيب، تفضل تفضل يا ملك. شو بدي اقول؟ هون هون في بند، في بندر بندر كتب لك هون شيء، براندر براندر من كلمات حبيب وانطون شاعر، جولات بعيدة ما خلص مني تريدي، وكترة ما خنقت نصور الريش ملزع عايدي. أنا هي تحية لك براندر حبيب القلب، جاك وكيم حبيبي تحية لك ولمدامتك، مدامتك الممرضة الشجاعة اللي عم تعالج بالكورونا وبعدها بالصفوف الأمامية، جلوريا سلمنا كثير عليها. ياي في في فينا فينا نسمع شيء منك، تحية ل للطاقم الطبي يا خي، ما عم تفاجئني كل هالجهود اللي عم يعملوها بتفاجئوا اسد انه يعني هلا ما كلهم انت بس تحضرهم ترجع
انت لانك الملك، والملك ما بخاف من شيء وما بيعتلهم شيء، انا بعرف مش هناك. من جمعة لجمعة بننطركم بأحلى برنامج، بنسمعكم مع شادي وجابي والفرقة، أحلى سهرة بتجمعنا فيكم. مرلان عون، إيه تحية كمان بدي أقول لهم لزميلنا للممرضات، شادي. للممرضات بدي أقول لهم للممرضات من كل قلبي بهنيكم، من كل قلبي بهنيكم، ولبنان بيكبر فيكم حتى تضلوا تجاوبونا إن شاء الله. الله بيحميكم. حلو حلو يا الله. وانا انا بضم صوتي لصوتك كمان، وما بعرف الله. شر، بس انه نفس اللي انت قلته، نفس اللي انت قلته. حبيب رولا الله، كرم، شو قالت هون حبيب؟ حبيب طول بالك وعلينا ما تشوف يا عيب الشوم عليك. حبيب طول بالك وعلينا ما تشوف حالك، نحن من مدة ما شفناك، وحياة الله اشتقنا لك، زبطتيها بالاخر. ايوه يا رولا بشوق وتقدير عني ما تزيح يميلي، اشتقت لك من قلبي كتير، ان شاء الله تكوني اشتقتي لي. ايوه ايوه يا حبيب، بس بدي اسال سؤال هيك، انه عم لحظة، حبة هالناس. تحية 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 لأهلنا بفلسطين، بس أكثر من حدا عم يحكينا، اي تحية نعم، لأهلنا بالأراضي الفلسطينية، وإن شاء ايه الله قريبا، معرب إن شاء من الله عربي. قريبا 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 بتفرج عليكم وعلينا، وإن شاء الله بنتلاقى قريبا حبايب القلب. وسلامات لكل أهل فلسطين، وللأقصى وللمهد ولبيت لحم وللجميع. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب يا خيي، في نعم. اطلب منك طلب خاص، ما زالك عم تحكي وطنيات وعم تحكي انه ان شاء الله مستقبل الشرق بيروح صوب السلام، وبروح تخلص هالحروب كلها، وبتروق هالناس كلها مثل كل هالبشر وين ما كان. في اسمع منك قصيدة لبكركي، ولا يلي طبعا لهالمشروع اللي منطلق فيه غبطة البطريرك. طبعا، بقول نحن المسيحيين صرنا شموع عم تنطفي بعتمات مشتركة، بظل الفتن والتفرقة ممنوع نتجاهل الإيمان والبركي، ولولا انقسمنا بآخر الموضوع المفروض نعرف بعد هالعركي، في أم معنا عم بتبكي دموع، وبي وابن حضنوا الوطن شركي، ابن الطهارة والمجد يسوع، وبي الكرامي والشرف لبنان، وام الشرايع كرسة بكركي. امبارح امبارح يا سيدنا الحفل راعي، وصرت بصلاتك للبشر داعي، إيمانك وطهرك لنا رسمال، وللخير والشركي انت ساعي، ويا مرمرون تحققوا الأمال، وعالطايفي عندك جفن واعي، وما تفزع على كنيستك مازال راعي الكنيسة البطرك الراعي. طيب 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 يا ملك حبيبي، الله عليك. فادي يونس بيقول لك، مريض الجسد تيشفى لازم يشوفه طبيب، لكن مريض الروح تيشفى بيشفى بشوفة حبيب. 100%. أيوة يا ملك، أيوة يا ملك. فادي يا فادي، قلبي مجروح وكرمالك بدي فادي، وتيشفى قلبي المجروح بده لمسة من الفادي. ايوه الفنان دبوس دبوس، زميلنا وصديقنا، بيقول لك وحبيب ابو انتو ملك الزجل اللبناني، بحضورك ابهرت العيون، وشعرك كله معاني، لو عملوا حفله بكانون بتخلي السهره والعاني. حبيبي الف سلامك يا حبيبي يا حبيبي. الله تحياتنا لدبوس دبوس، تحياتنا. ايه ده فنان ابو ضاي نيكو. ايوه اكيد، الله يرحم ابو مجد الملك يلي من ذوقك حكيت. هون مش عم اعرف اقرا انا مزبوط. يلي من نجيب ذوقك صبح حكيت،
حياكة الشال يا اللي مزوعك، حياكة الشال، الشال بينشال بنسمة وانت بقلبي ما بتنشال، حياك حبيب قلبي نجيب عراسي. الله 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 يا خينا حبيب، شو يلا رأيك شو رأيك قبل ما نستقبل خينا إلي، يا بتحب تسمعنا شيء يا بنستقبل خينا إلي، شو يلا رأيك؟ نستقبله نستقبله نستقبله، بنرجع بنكفي نحن وياه. يلا يلا منتابع نحن وإلي هو وأنطون شعو حد شعو حد بعيد عني 3 متورة، وين بدك تستقبله؟ قل له عيط له عيط له نطلع يا إلي، فوت لا يا إلي على بنهيكر إلي الاستديو، اطلع، فوت على لا الاستديو يا إلي بنهيكر. فوت. هيدي صونيا حويك معلوف يعني اختي، هاي بتقول حبيبة القلب، هاي كل شيء حويك على راسي. تسلم تسلم، ثانك يو جابي فور ذيس اميزنج نايت، السهرة الحلوة يا حبيبة قلبي، نكبر فيك حبيب، ايوه ملك الزجل لك يا خيي، يا سبحانك يا الله، وقت ربنا بحبب الناس بالناس بكون راضي عليهم بكون بحبون لك، يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. هلا هلا يس هلا مساء الخير، بإليك، كيفكم يا شباب؟ مساء الخير، اشتقنا اهلا لكم إلي حبيبي، يا اهلا وسهلا أين فيك يا جاي؟ الي، أين بول؟ انت خان وحبيب ربيع، مساء الخير حبيبي يا الي، مساء الورد. بدي احييكم من كل قلبي انت والي، وحيي مش بس انتوا اخوه، هالالفه وهالطريقه الشغل اللي بتتعاطوا فيها كثير كثير حلوه، واسم الله عليكم والله يحميكم. بدي اطلب على فوضى لي، بدي نسمع منك نحن والمشاهدين شيء عزوك. اول شيء انا مشتاق لكم كثير، ومساء الخير مجددا، ومساء الخير للمشاهدين والمتابعين جميعا. مساء الورد. وطلبك امر، طلبك امر يا خي جابي. تسلم. انا بقول اعطينا البيات عمو المعروف. طيب الله الله من الجنة بطبع هادي، إلنا الأوافي والزجل هادي، الله الله من الجنة بطبع هادي، إلنا الأوافي والزجل هادي، هو لفن الشعر عنده شوق، ونحنا ما فينا الخالق انعادي، اتعود ينادي الأنبياء من فوق، إلا بلسان الشعر ما ينادي، الله عرش المجد ريس جوق، وبالشعر ساعة ما حكي الله صاروا الملايك جوق رداني. الشاعر خلق لوحة من التصوير، وأكثر من الأخلاق أخلاقي، الشاعر بيرفض مثل غيره يصير، الشاعر كواعه على المجد لاقي، بتقدر تلاقي بمنهج التطوير 100 مهندس رايق وراقي، بتقدر تلاقي بمحضر التطوير
تقرير ميت محامي صامد وباقي بتقدر تلاقي بمكتب التحرير ميت محرر معدن ونائي بتقدر تلاقي من الكل كتير لكن بحقل الشعر والإبداع من الكل أنجأ شاعر تلاقي. طيب الله الله يا يا جماعة حضرة المشاهدين الكرام ويا بول ويا ربيع ويا حضرة الملك ملك الزجل اللبناني حبيب وأنطون، أنا بدي أهدي خينا إلي لقب، بدي أهدي لقب يلبق له وفكرت له فيه وبتمنى عليه أنه يقبله وما بعرف إذا بتلقوه مناسب. لقبه أنا بختار له يكون سلطان الشعر إلي بو أنطون. أوش أوش طيب. شو هالهدية الكبيرة هاي طيب. إن شاء الله شو هالهدية الكبيرة يا خاينا جابي يا حبيبي يا حبيبي بده يمشي فيها عطول عطول ملك الشعر حبيب بو أنطون وسلطان الشعر لك يا خي ما في ملوك وسلاطين على الارض هيدي محبه الناس نحن بتنادينا بهالاسم. بدي اقول لك يا شاعر يا شاعر يا شاعر العليت سقف السعر فيضل حسك بالحرف شاعر شعرك بيعطيك اللقب بالشعر بعمره اللقب ما بيعملك شاعر. مظبوط حلو خي جابي خي جابي خي جابي انا من بعد اول شيء مرسي كتير لك على هذا اللقب وان شاء الله نقدر يا حبيبي ومثل ما قال خي حبيب انه شاعر هو بيعمل اللقب وبهالمناسبه اسمح لي اشكرك بهذا المقطع وراح اقول لك كلمه بشعري افتح كتابي كل ما بشعري افتح كتابي بفتح على الامجاد بوابي طيب بقسم بسلطاني على الشيطان تا يختفي من قبال احبابي شاعر انا وبالشعر مش غلطان سلطان والابداع حسابي واكبر شرف اتلقب السلطان ويكون عطيني اللقب جابي. الله 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 تواضعكم 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 بيرفعكم تواضعكم بيرفعكم. انا بلتقي بكتير ناس وبيقولوا لي مثلا خي توني التقى بحبيب مره ببليبل بسيبه مع اصحابه قال لي كتير متواضع انا بشوفه يعني على التلفزيون انه هالشاعر القوي وكذا انه هو وخيه بتواضعين حكيت معه هيك كأنه بعرفه وما عندهم شوفة حاله وما عندهم قديش هالشي هيدا حقيقة بس قديش بيبسطكم انه الناس يحكوا عنكم بهالشكل. يا حقيقة ما فيك تتكبر على الناس اذا بك تتكبر على الناس فلوا الناس من عندك ونحن ثروتنا الناس ونحن محبتنا ان محبة الناس لقلنا هي اللي وصلتنا نحن بنطلع الاعلام الناس بيحضرونا بنطلع لايف الناس بيواكبونا منروح على الحفل الناس بتطلع الحفل وبتدفع مصاري حق الكارتة تحضرك اذا عهيدي النوعية من الناس ومن البشر بك تتكبر شو وين صرت يعني حلو. يعني دفنت حالك بحالك يعني هالخبرية بس صح. حلو ان شاء الله كل الفنانين يحزوا حزوكم يعني يمشوا على الحقيقة هيك يعني اليوم التقيت بناس كنت بالسوق انا بيشوني قالوا لي انه بشوفك مهضوم على التلفزيون بشوفك مهضوم او قريب كمان على مش كل الفنانين بنشوفهم بنفس الشيء حقيقة نحن ما بنقصد مثل ما عم بتقول ما بيكون واحد في قصد بهالموضوع لانه التمثيل ببين والكذب ببين صح الناس اللي بشوف الانسان على الاعلام وعلى المسرح وعلى التلفزيون وعلى السوشيال ميديا يمكن بياخذ فكره عاطله عنه فانا بتصير معي حتى يعني نحن انت بتعرف صداقتي بوائل كفوري كثير يعني نعم من حقيقة تحية كبيرة للفنان تحية للملك كل ما اتلاقى بحدا والناس بيعرفوا انا
قربي لوائل وصداقتي بوائل. نعم بيقولوا لي صوته حلو وطالي ومالك، بس يا خيي متكبر مغرور. خي طول بالك كيف يعني، انت مين قال لك هالشيء؟ كيف انا بسهر كل ليله انا وياه، مين قال لك هالشيء؟ ايوه في ناس بقدر يعني، مش اكيد مش الكل يعني، بكون بشي سهره مثلا رايحين عند وائل او عند حدا، نحن ووائل مثلا بكون حدا معي رفقاتي شباب صبايا بيجوا بيقعدوا هن وياه بشوفوه، بس يفلوا ونفلين معي وجايين معي، بيقولوا لي هيدا وائل كفوري يا زلمه، هيدا الطفل، هذا قلبه قلب طفل، هذا اللي بنشوفه على المسرح، هذا اللي بنشوفه على التلفزيون، انه عرف كيف انه حلو فكره العالم انه مغرور وما بيتحرك وما بعرف شو، بس يقعدوا معه بفلوا قلبهم بعده عند وائل كفوري وهن بالبيت، يعني بياخذوا الفكره المضبوطه بس يعشروه يقعدوا معه. ما فيك تكون فكره عن شخصيه الانسان، خاصه الفنان اللي هو بده يلتزم بمسرحه ويلتزم بمنبره ويلتزم بالميكروفون اللي عم بيغني عليه وبالاطلاله اللي هو طالل فيها، ما فيك تكون فكرة عن أخلاقه وعن نفسيته وعن قلبه وعن عمقه وعن باطنيته من التلفزيون، بك تقعد معه وتحكي أنت وياه وساعتها بتحكم عليه. وهي كل إنسان وكل فنان مثلك ومثل وائل ومثلنا مظلومين ببعض المطارح يعني. إيه صحيح. البرنامج, البرنامج مثله مسار وجابي بتقديمه لامع، سامع شعار كتار بس مثلهم والله مش سامع. حلو كتير. أيوه حلوة حلوة. أنا الحقيقة بدي استغل الفرصة وحيي خيي وحبيب قلبي شادي مارون. الحقيقة شادي، بس أقول للمشاهدين إنه ما حابب يفوت بهالمسيرة يعني السوشيال ميديا بهذا الشكل، وهيك كان خياره مختلف شوي يعني، وهون طبعا بهذا البروجي بهالمشروع يعني صرت انا وحدي عم كون. كنا شادي وجابي لايف شو، عملنا جابي حويك لايف شو، وبتمنى له التوفيق بخياره لخي شادي يعني. لايكو كيف كنا دبس دبس بطحينه، صرنا دبس وطحينه يعني كنا دبس بطحينه مخلوطين، صرنا دبس وطحينه. سو نحن نعمل في نشاطات رح نشارك فيها، حقيقة رح نشارك فيها أنا وشادي ورح نضل فيها على طول، وبإذن الله كمان كل واحد شو عنده حرية بنشاطاته الخاصة، كمان رح يقدم ورح نقدم الأفضل إن الله راد للمشاهدين بإذن الله. يا إلي بدي أقول لك شغلة، يا سلطان الشعر يا حبيب قلبي، أو حبيت لعبك الجديد؟ إن شاء الله نقدر نحمله، حلو كتير، بكفي منك اللعب شو ما كان اللعب، حلو يا حبيب القلب يا حبيب القلب. لا لا لا، عم يتفاعلوا المشاهدين بالكتابة، عم بيقولوا إنه لي حبيب، وين راح حبيب؟ حبيب وين راح؟ لا هلا وبدي رجل، وبدي اشكره لخي بول، بدي اشكره لخي بول بالمناسبه على الكلمه الحلوه اللي قالها، وبدي اقول له يزبك ابياته صلبه، مقشعته مره سلبي، مره عم يعزف على الاورج ومره بيعزف على قلبي. حلو حلو يا إلي، فت لي على الأوضة عند حبيب، عيط له ليشوف شو صار معه، استفسر لي شو عم بصير. شو حبيب؟ سامعك شادي، سامعك أنا سامعك. شو عم بصير معه؟ طفى الكاميرا. بس لحظة خليكم معنا، شو صار معه؟ يلا سمعنا احنا. لكن بدنا نطلب نرجع عن جديد من المشاهدين الكرام يعملوا شير لصفحتهم، شير للي عم يحضروا هلا، يعملوا مشاركة أو شير، هيك عدد اكبر بيقدر يشارك معنا ويحضر ويتسلى. مثلا فوت جابي بعمل شير انا. ايه تفضل. شو صار معه؟ يلا ان شاء الله ترجع هالايام بترجع بتزبط وهالاحوال، وبنرجع بنلتقى نحن وياكم يا حبايب القلب بهالحفلات وبالسهرات ومع جمهورنا ان شاء الله، ومع خينا جابي وشادي وخينا
فول وخيمة ربيع حبيبي حبيبي ان شاء الله. وكتير عم وكتير عم نتأسف بهالأيام على هالأوضاع، بالأخص الوضع الاقتصادي والأزمة اللي صايرة، وضع الدولار وكل هالأشياء اللي عم بتصير يعني. ان شاء الله. وبهالمناسبة عندي تمني صغير وحابب أقول، ما في حدا وببلادنا السرقة حلال، والجوع عوجوه الشعب لونه بدا. وين العدل وين المشانق والحبال؟ استعجل يا يوم الدين ما توفر حدا. بدولة ما فيها لا كرامة ولا رجال، كل ما طرحنا الصوت بيلبي الصدى. كنا نقصت بيت تنعمل عيال، صرنا نقصت زيت تنعمل غدا. حلو حلو حلو. يا شباب معلش انا حبيب عم يستفزني. شباب يا فول وينك يا خيي؟ ما يا خيي طرح راح الارسال. لحظه ما عم نسمعك احنا. لا شو الاوديو؟ راحت الصوره من عندي. ليش بيستفزك حبيب؟ ليش جابي؟ ليش هلا قول هلا عبد؟ لا بيستفزك، بيستفزني وبحس حالي شاعر بدي اتحداه وفرجيه القوه كيف بتكون. حس هيك انه بدي يعني حسه شايف حاله يعني هيك شايف حاله بالشعر، بحس انا لازم ربيه شوي. شو يا ملك؟ شو يا ملك؟ شو عم نسمع؟ يلا شو رأيك؟ يلا فرجيك التحدي كيف بيكون. عمل له صاحبي لحبيب هلا وبرجع انا وراك بعمل له صاحبي تاني. اذا بقي منه شيء تبقى كمل عليه. لا يعني اثنين على البطل. يعني اثنين على البطل يا ملك، اثنين على البطل. طيب راحت الصورة من هون. لا يا غير ما راحت الصورة، نحن عم نقشعك. انت عم تشتغل. شو بك بول؟ شو بك؟ في صدى كثير، في صدى. يا بول خفف الايكو من عندك. طول بالك يا بول، نحن في صدى. خليك. تفضل يا ملك تفضل. بدكم بول هلا بيرجع. وينو بول؟ هلا بيجي بول. هلا بدل فايت معنا بول بالمسيرة. يعني عن جد شو هالبلد الصعب، وقديش نحن بلبنان قوية. كل واحد عايش بلبنان قديش هو قوي تيقدر يضل يقول والله انا بدي كمل بالقوة. قول يلا من رب يلا فين الراس؟ عطينا الله ليلي ليلي لا يا ليلي شو جاهز جاهز؟ لك انا اللي جاهز. فرجيني شو عندك تشوف، فرجيني شو عندك. من اسبوعين سوين ايه اتلاقينا بالسهرية. طيب من اسبوعين سوين اتلاقينا بالسهرية. لك قتلي واليوم جاي يكفي لهي. عيدة من اسبوعين سوي اتلاقينا بالسهري. عملت طيب قتلي واليوم جاي يكفي لك.
الله. يلا يا بول رد رد يا بول انت عم تدق. كده سجلني هون. طول بالك. سمع سمع يا حبيب. اوف 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 حي سكن ويعتلي كيف كيف بدك يا هالشتلي وحيسك ناوي عتلي كيف بدك يا هالشتلي تعمل لي قتل من جديد ومش ناسي اول قتلي تعمل لي قتل من جديد ومش ناسي اول قتلي مش ناسي اول قتلي هو حيسك ناوي عتلي كيف بدك يا شدلي تعمل لي قتل من جديد ومش ناسي اول شدلي قتل من جديد ومش ناسي اول قتلي القتلي القتلي بقبلها عن جد طيب هيك الفادي وصاني بتضربني عأول خد بعطيك الخد الثاني بتضربني بعطيك الخد الثاني وبضربني عأول خد القتلي بقبلها عن جد هيك الفادي وصاني بتضربني عأول خد بعطيك الخد الثاني الله اسمع الليل لو واقف حدك بعمل لك شو ما بدك الليل لو واقف حدك بعمل لك شو ما بدك ما بطبع خدك كف بطبع بوسيع خدك حلو حلو بطبع بوسيع خدك ما بطبع خدك الليل لو واقف حدك بعمل لك شو ما بدك ما بطبع خدك كف بطبع بوسيع خدك لك عخدودي عخدودي مثل الالماس بوساتك ما بينعدوا الو عخدودي مثل الالماس بوساتك ما بينعدوا قبلك نفذها يوداس وباس الفادي عخدو بس الفادي جابي انت مربطرس انت مربطرس جابي مش ما مش الوقت البيعة كلها ما هو ما هو عخدودي عخدودي مثل الالماس بوساتك ما بينعدوا طيب قبلك نفذها
فزها يوجاسو بوس يسوع بخدو وقف لك نفذها يوضازو بوس يسوع بخدو لك يا عيني لك يا عيني يا عيني يا جابو. حلو 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 كتير حلو كتير. شو شو كيف شفت يا سلطان الشعر؟ كيف شفتني؟ كيف شفتني؟ عم تتقدم من حلقة لحلقة، خايف بعد شي شهرين تزتني لبرا وتقعد مطرح. مين بده يقعد مطرحك؟ مين بده يقعد محل الملك؟ مين بيقدر يعبي هالمطرح؟ نووي نووي التحدي يا نووي التحدي يا خاينة جابي، كان في ملك وملوك، كان في ايوه ايوه الريش طر. هلا تنشوف المجزرة اللي بدها تصير بين الملك والسلطان. طبعا والله. شو يا شو 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 يا ملك، شو يا حبيب، مستعد؟ يلا حضر حالك يا حبيب، ناوي لك ناوي لك جبل. قال لي فرجينا الملك وبده يعمل. طلبوا وصية من بول يزبك من ربحالة ومن ربيع البيساني. اوف 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 طالت طالت يا جابي الغيبات، الله طالت يا غاية جابي الغيبات، والشعر اسود وراقه احنا اشتقنا للحفلات وقلنا الحفلات اشتاقوا. احنا اشتقنا للحفلات وقلنا الحفلات اشتاقوا. طالت يا شادي الغيبات والشعر اصفر اوراق، نحن اشتقنا للحفلات وقلنا الحفلات اشتاقوا. اشتقنا للحفلات اشتاقوا. يا شادي يا نور العين اتعبنا يا جابي يا جابي وجابي عشاق المنبر اونلاين وجينا نحيي عشاقه. عشاق احنا للحفلات وقلنا حفلات اشتاقه. اوف 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 يا خيي يا خيي شعرك حبيت، نحنا اخوي بالمتراس، ذات الكلمة وذات البيت وذات الرقة والإحساس. الله طيب. اوعى الاخوة الاصفى من الزيت قصتهم عرفوها الناس، بينطقوا جوات البيت وعالمنبر ما بينطقوا. يا خيي يا خيي شعرك حبيت، نحنا اخوي بالمتراس، ذات الكلمة وذات البيت وذات الرقة والإحساس. اوعى الاخوة الاصفى من الزيت قصتهم عرفوها الناس، بينطقوا جوات البيت وعالمنبر ما بينطقوا. بينطقوا جوات البيت وعالمنبر ما بينطقوا. اخلقنا اخوي بالقعور، حيك ما بيشبه حيي،
الله يطيقني يا مغرور ولا انطيقك يا خجي. الله بعتب على الجمهور لكن بعتب على بجي. كيف خلف للشعر نصور وخلف صيصاني نصور وخلف صيصاني اخلقنا اخوي بالقعور وحييك ما بيشبه حييك. الله لا طيقني يا مغرور ولا امسيك يا خييك. مش رح بعتب عالجمهور لكن بعتب عبيك. بخلف للشعر نصور وخلف صيصاني ياهو. الله عن بي عن بي عن بي وذكر وفيه المشى الكلمي راسه كعب. وقف حكيك لا تفيه ولا تضلل تفكير الشعب. بي ما فينا نكفيه يوم فراقه علينا صعب. واليوم اللي جابك فيه اصعب من يوم فراقه. نحن اشتقنا للحفلات وقلنا الحفلات اشتاقوا. ونحن اشتقنا عن بي عن بي وذكر وفيه المشى الكلمي راسه كعب. وقف حكيك لا تكفيه ولا تضلل تفكير الشعب. بجل ما فينا نكفيه يوم فراقه علينا صعب. واليوم اللي جابك فيه اصعب من يوم فراقه. نحن اشتقنا للحفلات لك بي بي شاعر شعره بكر. اشتقنا له من بعد فراق. جابك انت الخيل بكر وخلتني شاعر عملاق. يوتا اسمه يخلد بالذكر ورتنا فكر وارزاق. همك تورت منه الفكر وهمك تورت ارزاقه. لا تشتاقوا بي شاعر فكره بكر. اشتقنا له من بعد فراق. الله جابك انت الخيل بكر وخلفني شاعر عملاق. يوتا اسمه يخلد بالذكر ورتنا فكر وارزاق. همي ورت منه الفكر وهمك صورة أرزاق. أرزاق نحن اشتقنا للحفلات وقلنا حفلات اشتاقوا. طيب يلا اكلتوا قتلة اتنيناتكم الليلة. شفتوا كيف اكلتوا محاسين. لا يا خي انت اكلت قتلة من اتنين. انت اكلت قتلة من اتنين. بمعنى ضيف عزيز على قلبنا ما فيناش ننساه. يعني هو الكل بالكل وهو سبق وبيعرف خينا جابي وكذا. حبيب هلا بيوضح اكتر. يطلع من عندي قال له يجي يطلع من عندي الكاميرا تبعي اوضح. انت كل شيء عندك اوضح ما اكيد. شفت كيف بغير الملك يا علي. طلعوا معنا جابي ما بتقنعش انبسط. لا يا غي كيف ولو ما بتكمل ولا الي. طيب حبيب القلب يا خي جابي تحيه. خينا رامي بنطون شاعر ناشط وصاعد بضيعتنا وبيسمعنا هيك فقره زينه. الله
رجع يلا لك. رجع ونور رجع لك. يلا وينك يا رامي؟ اوه نور تحياتنا نور تحياتنا لك يا رامي. يا اهلا وسهلا يعطيكم الف عافيه والله يخليكم بهالهمه. الله يعافيك بنحييك وبنحيي كل بيت بوانطون وكل الشعراء وكل العقور واهاليها. بطلب ربي يحميها وتضل تعمل حفلات وبطلب من الله يحميها. سلم دمك. حلو يا رامي. شو بدنا نسمع يا رامي؟ مثل هذا فترة صغيرة غادة مش عارف كثير من وقتكم من وقت الشباب. تعرف بقول عندي قلب واحد ما بدي يدوب وحضرت جنابك انت شو بيعني. طيب. منك لقلبي وفيك مش مرغوب شو بدك بقلبي وشو بدو فيك فضلت شوفه معذب ومصلوب وما تكون جواته قولي حبك فيك ولا بفضل عملت عشر قلوب واحد من العشرة ما راح اعطيك. الو طيب الله 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 يا رامي تفضل. ما بذل حالي ودق عبابك وما تفكري رح طق بغيابك وحتى تموتي قهر من بعدي خليت عطري ذكر عتيابك. بيناتنا العشري أنا ما بعد بكل العلاقة بقيت عم عاتب جربت ضحي كثير بس سمعت منك إلي هيك القدر كاتب. مرسي لكم يا حبيبي يا حبيبي يا رامي. نورتنا نورتنا يا حبيب القلب نورتنا يا حبيب القلب. بعد شعب صغير لرامي شعب صغير لرامي شعب صغير لرامي يلا. بحبش يحكي بحب يقول شعر. انت انت اللي بتأمر اللي بتأمره بصير يا ملك. تفضل يا رامي انت الملك. يلا. يلا بدي اقول بس بعد رباعي صغير للقديس شارب العلاج السلام. تفضل. نحن خطبنا بعض بالحب الفقير وشرب الحديث الرب انجيله خطب نمنا انا والناس عم خدة حرير شرب الفقير ونام عم خدة حطب. طلعت لعنده الوالدي طلعت لعنده الوالدي بقلب انتفض من الشوق صاروا ينتفوا اجريها دمى ليشوف ابنه ثاني شرب الرطب حتى ما يتأخر على درب السماء. يا حبيبي يا حبيبي يا رامي يا حبيبي يا رامي الله يخليك. نشكر مشاركتك نشكر مشاركتك يا حبيب قلبي. معنا عطول وما يروح وما يجي عطول رامي هلا من هلا وطالع معنا عطول. حلو حلو ان شاء الله ان شاء الله. اسم الله عليك وبعدك سامعك يا حبيب. مازال جاب سيره القديس الكبير مرشربيل. فين اطلب منك نسمع القصيده الحلوه اللي كتبتها وغنيتها لمرشربيل؟ اكيد 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 على السلام. يلا يلا دغري منبلش. يلا بول ختيار عنايه. يا أقرب من الكلمة يسوع يا رفيق رفقة بنت حملايا تأصهر قبالك حرقت شموع لا تنام يا خطير عنايا. اه
نور القداسي شع من عيني نور القداسي شع من عيني اسمح لي اقبالك اركع اسمح لي عالمحبسي طاقت شق علي عم دق عباب السما افتح لي ومن دون ومن دون ما قلت فراج الزين واطلب عقلبي ترجع الضحكي عندي ساعة كل ما صلين ابطعت شو بدي قبل ما احكي يا قلب يا قلب مثل الزنبقة يا شرب للإيمان فيك النفوس معلقة وعجايبك طوفان فيك السما إلها ثقة والناس والرهبان أمل لك شيء عجوبي وخلي الشعب لبنان لبنان الله 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 سلم سلم هالفكر سلم هالصوت يا حبيبي. سلم هالموهبة ومر شربل يحميكم ويحمي جميع اللبنانيين وجميع العالم محبته تغمر كل الكون بشفاعته إن شاء الله يشفي كل هالناس التعبانة وحقيقة يعني بدي أقول إن شاء الله سلامة الجميع وكل كل كل هالظرف إن شاء الله بيمرق بأسرع وقت يا رب يا خينا إليه خينا إلي الكبير سلطان الشعر بدي اسمع منك شي عزوك تكرم عينك على راسي يا خي جابي حبيبي حبايب قلبنا هون المشاركين والمتابعين عم بيطالبوا بغزل ونحن حاضرين يلا على راسي يلا بقول صوتك سمعته لوعتي شلتي صوتك سمعته لوعتي شلتي ومثل الزنابق بالعطر ملتي حسيت نحل الحب بده يفوع ويشيطنك من بعد ما عقلتي قلتلك بكلك في عندي ولوع قلتي لتبعت قلب وزعلتي قلتلك اشتقتلك وموجوع غير السيري والحكي قلتي وهلأ أنا محتار بالموضوع بين الوعود وبين شو عملتي كل ما حكينا بترفض المشروع وكل ما رفضت بحسك قبلتي حلو 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 فين نسمع شي من حبيب شي مقطع غزل
أكيد فيك تسمع. تفضل تفضل مرشح. ثقة مين؟ سوسو أنت الروعة. ليلو وصلين نعمة حبيبة قلبي أنت. لي فرح حبيبي. اوف 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 يا ليل. الله عليلي القول شوي فول عليلي القول اتعودت اتعود على كيكي انا معينك سألت اتعودت اغفى بين ايديكي وامتح بايدي دموع عينيكي اتعودت اغفى بين ايديكي وامسح بايدي دموع عينيكي الله هبتي وتركتي الحب من يطير ليكي شو صاير عالبعد ليكي الله هلا ورايح شو ما بيصير غيبي زمان دون ما ليكي حتى ما اتعود عليكي كتير حتى ما اتعود عليكي كتير تعودت ما اتعود عليكي الله لا تلبسي خاتم لا تلبسي خاتم بلون النار اهديتك انا هوي وقت عيدك طيب. صاير من الخاتم عقيدك غار ما بحب يلمس لك حدا ايدي ولك عتبت حالي عتبت حالي بعد ما تذكر انه لغير الحب وداكي جربت انساكي القلب سكر فكرت نتفيكي وبعد ما فكرت تذكرت انت نسيت انساكي الله لكنا نصهر ليلي قبال العتمات صرنا نتلاقى سوي خلف الشاشات وصرنا نتلاقى سوي خلف الشاشات لكنا نصهر ليلي قبال العتمات صرنا نتلاقى سوي خلف الله لك بالعركات الحربية تهز الكون إن كاجي فيكي مش فيكي رح ابقى هون ولك لو كنتي قوتي بمشي مع عون ولو بتكوني عوني بعمل قوة صرنا نتلاقى سوية خلف الشاشات صرنا نتلاقى سوية خلف الشاشات يا باب العركات الحربية
تهز الكون من كيفك مش فيه رح ابقى هون الله ولك لو كنت قوتك بمشي مع عونه لو بتكوني عوني الو الو لا اسويخ خلف الشاشه انتو يا احلى عيلي وما بتعرف شتم اطلعتو مقابيلي شميلي مع اقوى خاتم ومن هالميلي وهالميلي لو طل العتم انتو بتضو الليلي كل العتمات صرنا للأسوي خلف الشاشات انتو يا احلى عيلي ما بتعرف شتم طلعتم قبيلي شميلي مع اقوى خاتم ومن هالميلي وهالميلي لو طل العتم انتو بتضو الليلي كل العتمات صرنا للأسوي مع حلوي اهارة وبعشق هجنون في مرة رحنا زيارة صوب البطرون مشيت مثل الطيارة الزرع مليون ونسيت انه الطيارة فيها فرامة فرمانت لأسبيل خلف الشاشة يلا إليه عزمتيني حتى نعين موعد عالشط ايوه عزمتيني حتى نعين موعد عالشط اوعى نخط الشط اللين ارسالك شط رقمي معروف وهين ردي عالخط لما عالشاشة يبين 4 9 لكن مصار ليلي اقبال العتمة صرنا نتلقى سوي خلق الله 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 ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم حلو مرة حضرت لكم حلقة كنتوا عندنا بالضيعة بالدتون وبقيت 3 ساعات حفلتكم بقيت 3 ساعات طلعت ما حسينا بالوقت بتضل حفلتكم إجمالا كنا بتارتج طلعنا على الحفلة 10:30 على المنبر نزلنا 5 إلا 3 طلع الضوء علينا والناس كلها وحيدة صارت غنينا 6 ساعات تقريبا يا الله يا الله شو حلو ولو اسم الله عليكم يعني قلب تسكر لك قلب تسكر لا والله لا لا قلب وللناس والناس يعني عم بيشاهدونا ومنهم عم بيتابعونا وتعليقاتهم للأسف ما عم نقدر نذكرهم كلهم يعني فيفيان حزوري نعمي بس نذكر شوي يعني عصام رشرش حبيب قلبي تحياتي من لبنان لألك كمان نقرأ شوي نقرأ شوي فيفيان حزوري نعمي تحياتنا إليك حبيبة القلب رجاء سمعان صديقي من بدادون من حيي الفنان الكبير وجان دارك حتشيتي جان دارك تكرم عينك على راسي على طلبك امر على راسي حدا طلب شيء شروقي فيفيان حدا كتب شروقي ما بعرف شو يعني شروقي يعني كيف بتصير تفرق عن غيرها
شروقي هلا بقول لك كيف، يلا طول بالك علي شوي تكفي تحياتك. نجوى ايه عظيم، نجوى حبيب وجاد واكد وترتج فكت رولا عصام احواش. هون كنت بقصيده رولا هتا تقرا ليها، بشربك بالشفي شفي ورا شفي، ما بخلي بالفنجان منك ولا شفي، وكل ما بدو الحب عم يلمس الشفي، تني وبتلت وبربع الفنجان طيخلص الغزل ويشردوا الغزلان، ونغلي عنار الشوق ونروق بالبخفي. تحياتنا إنك رولا، سلم تمك رولا حبيبة القلب. عساف ميمي مرلان عون، مرلان عون كمان تحياتنا. مرلان عون تحياتنا إلك ست مرلان، وتحياتنا للأستاذ روجي. ست مرلان على فكرة بين هلالين بكل الحفلات مكفية وموفية ووجودها مزين الحفلات الحلوة كتير بوجودها. حلو، بدي كمان أكيد كمان تريزا جنايد ونيكول سخينس. نيكول هي عطول بتبعنا، فيفيان كمان حزوري ورولا جديد. وبدي حيي خي جورج بكندا اللي بعثت له قصيده مره الماضيه يا حبيب، كتب عيد فيها عيد. وجورج هو عم يعمل لنا البوسترز، بيعمل لنا اياهم الصور هو بكندا، بعث له اياهم بنلبكوا فيهم شوي، شيء من سهر وشيء من شغله بالله. الله يخليك، الله يخليك يا حبيب قلبي. تفضل يا استاذ الي، تفضل يا استاذ الي، شو قلت بدك تسمعنا هلا؟ حدا طلب شروقي بس يا خيي، ما بعرف اذا هيدا الارسال بده يساعدنا. مقبول حدا، لا مقبول. اوف 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 كهربا. الهاتف ندهلي ورحت على الهاتف ورديت، موعد طلبتي تكاس من الهوى الدوقي، خليت قلبي لك وبالوعد ما خليت، بلكي عمر المضى من العمر بتفوق. الهاتف ندهلي ورحت على الهاتف ورديت، موعد طلبتي تكاس من الهوى الدوقي، خليت قلبي لك وبالوعد ما خليت، بلكي عمر المضى من العمر بتفوق. الله اخ الموعد عفجأة انسرق من غفلة يا ريت، وصلتي عفجأة وما كنتي تعرفي تروقي، وحدك طلعت وتحدي كون شو تمنيت، وما كنت عارف بعكس السير بتسوق. الموعد بسرعة انسرق من غفلة اللي يا ريت، وصلتي عفجأة وما كنتي تعرف تروقي، وحدك طلعت وتحدي كون شو تمنيت، وما كنت عارف بعكس السير بتسوق. المشوار سكرة وما فيي لهفتي طفيت، ولا قدرت طفي لهيب الشوق بعروقي، حسيت قلبي انكسر من لهفته، وحسيت لو فيت حق الحلا ولحصلت عحقوق.
او تطول طريق الهواء، تطول طريق الهواء وتقصر طريق البيت، وانت تقولي دخيلك برد حروقي شروقي، طلبتي وانا بلهف الطلب لبيت، وعلى وح صدري كتبتك مطلع شروق. تحياتنا هون مرلان عم بتقول سلام الصوت يا إلي. مرلان عم بتقول مرلان عون احلى لقب يا جابي عطيته لإلي سلطان ومكتر، سلطان ومكتر. خلينا اياك يا ست مرلان، خلينا اياك وتحياتي للجميع. ايه تفضل الي. عم اقول لك هيدا خي جاب لون الشروق وزن الشروق اللي حضرتك عم تسال شو هو. حلو ليه تسلم. ليلو سبعة اللي عم بتقول سمعنا غزل يا ملك، هيدي لحبيب طبعا. هيدي لحبيب طبعا. طبعا ليلو عم نغني غزل، كنا ليلو ليلو كنا عم نغني غزل يا حبيبتي. حلو حضرو من غزة. شو بدنا نختمها جابي؟ شو بدنا نختمها؟ ولا لا بدك بعد؟ اللي بتريده اللي بتريده بس. لا فينا لا فينا العفو 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 حبيبي حبيبي. فينا فينا نسمع فينا فينا نسمع فينا نسمع غزل فينا نسمع غزل عفوا اعطيني بيات الريح. يلا ولك انت انت وانا والكاس والشيطان. الله عليلي الاورج عليلي الاورج هول مش عم بسمع وعليه على الاخر وخليك معك. انتي وانا الكاس الشيطان، والنار عم تطلع من عيوني، وبيناتنا ما في حدا غلطان، جنون اللي عم يغلط مع جنونك. الله 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 او اكرع عن شفافك خوابي الخمر، او من خمر تمي شعر اصقيكي، او كل خمرني فوق فعل الامر فوق وعصوت الكاس وعيكي. الله الله تغمر عزبي قبر شعل جروحي تتدفيكي، اوعى البر اطعمها حطب والجمر ما يحترق تا يحترق فيكي. حلو كتير. الله قلتي إلي لا تشرب بتنضر، وقلبي طبيبي للجرح شافيك، بقيتك كمشتي الكاس تأنضر وغطى فجل على ومت نافيك، ومن كاس خلفه عمري جر اسعيتك جمر أدفى من الحافك، ولا تسأليني ليش كاس احمر كترت ما تمك شد فوق الكاس، يمكن وقع شقفي من شفافك. الله نعم الله 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 يسلم الصوت يا ملك. يسلم الصوت يا شباب. بدنا نختم
هون ندى ابو خليل او ندى ابو انطون كتبت انه تطلب بدها شيء قصيده للعذراء. بركي هيك اذا عندك شيء يا حبيب قصيده حلوه للعذراء عليها السلام لحتى تظللنا بشفاعتها بحمايتها تحمي هالبشر كلهم. هي عندي قصيدة عاملها للأم لأمي وللعذراء بذات الوقت. خليك على البيات يا واعي أنا والمسبحة بكير ونغمة صلاة حلوة على تمير شايف قلب البيت ضو صغير معقول قلبك هون يا أمي دخلك يا عذراء هالقلب موجود من جد مش عم بقدر عليها حملت عيديها وجع يسوع بتحمل وجع قلبي عيديها الله انت الحنون الطاهرة ومن دون طيب. اي خطيئة عاش ايمانك عاجتمك البست السما تيكون لون السما من لون فستانك الله امي يا عذراء كانت مهمي واول اسم قلته احلى اسمي كانت امي وردي باجمل لون وعيونها سرين عاكمي امبارح لعندك سافرت من هون عليها سهري ودموعها لامي وانتي مثل امي يا ام الكون انتبهي عأمي كتير يا أمي طيب. الله الله سلم الصوت سلم الصوت يا شباب أنا بدي أشكركم وصلنا لنهاية حلقتنا طبعا نحن باسمي وباسمكم بنحيي كل اللي تابعونا وفردا فردا ونعتذر إذا ما ذكرنا الكل وبدي لكم كمان في باسكال سركيس كمان بتتابعنا على طول وبتشجعنا مرسي يا باسكال وللكل تحية كبيرة وإلي شو بتحب تقول تختم بنهاية هالسهرة أول شيء بدي أشكر الجميع المتابعين والمشاهدين جميعاً وشكري لك على البرنامج الحلو حبيبي لعطول كل نهار أحد بتتحفنا بهاللايف هيدا مع الشباب كمان خينا بول وأستاذ ربيع والكل حبيب قلبي يا حبيبي وإن شاء الله كل مدة هيك نلتقي ومنمتع المشاهدين بهالشعر وبوجودكم طبعاً طبعا كرمكم
ومحبتكم للناس ما 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 بدها ما بدها حدا يحكي فيها. ونرجع منحدد حلقه ثانيه وسهره ثانيه نحن وياكم بنقعد المشاهدين فيها اكيد. ونحن حاضرين يا حبيب القلب اكيد. الله يخليك. خينا حبيب شو بتحب تقول بنهايه السهره هالسهره الرائعه؟ بشكرك، بشكر المشاهدين حبيب قلبنا، بشكر فول، بشكر الطبال الوحش ربيع حبيب قلبي، بشكر رامي، بشكر كل اللي حكيونا، تحيي شادي جيرمينوس الشايف هلا عم يحكيني كمان خلينا اياه. وبدي اقول لبنان شعبك ده بغيري عليك، لبنان شعبك ده بغيري عليك، وعكف عفريت بنى جديده. الله بدك انت اكتر بعد من هيك، العفريت تحتك سحب ايده. هلا هلا. وبقول شتي علينا، شتي علينا خير يا الله، لكن ما تنسى لو سقيت الورد بفصل الشتي كل شي حلو إلا رجفة فقير من الهوى والبرد. الله الله الله، الله يحمي كل اللبنانيه ويقطعنا هالفتره على خير، نرجع ان شاء الله يا رب الناس واللي بحبونا بالحفلات. الله الله يسمع منكم، الله يسمع منكم. هيدي لولا لولا حويك حبوش اختي كمان بتسلم عليكم، بتقلكم يسلم تمكم ويعطيكم الف عافيه. ايه بس اختك هيدي احلى من هيديك. لا ليه ليه؟ لانه هيديك قال تحيه لجابي ويقبرني خيي وجود نايت خيي. لا لا حيك هيدي قالت تسلم تمكم ويعطيكم العافيه. هيديك مش ايش ست كاميرات على الشاشة ايش اتخيل يا عامل لك. الله يخليك اياه ونتنيناته. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يخلي كل الخيات وكل ويخلي كل اللي مات ويرحم كل كل اللي توفوا الحبايب. يا حبايب قلبي انا بشكركم. بول يزبك من رمحالة يعطيك الف عافية، ميرسي يا حبيبي. وربيع بيساني يا حبيبي يعطيك الف عافيه حبيب القلب. يا احلى تحيه للشعره، احلى تحيه للشعره، زينوا الليل زينوا. اي والله. لكن يا شباب باسمي انا وباسمكم بنوعد المشاهدين بسهره ثانيه ان الله راد بالقريب العاجل بنعلن عنها لما نكون مستعدين لها. اكيد على لقاءات ثانيه وجديده مع الجميع، وميرسي لك ويعطيك الف عافيه. يعطيكم الف عافيه. ميرسي لحبيب ملك ملك الزجل اللبناني، وميرسي كمان لسلطان الشعر الي وانكون، وميرسي لك على هذا اللعب. ميرسي لك حبيبي على اللعب حينا جابي وانت استاذ يا حبيبي. يا حبيبي يا سلطان يلا تصبحوا على خير.